وللحديث عن التطورات في أفغانستان والدور التركي هناك مع اتساع دائرة سيطرة حركة طالبان، معنا من اسطنبول الكاتب والصحفي التركي مصطفى أوزجان. أهلا ومرحبا بك. مرحبا، أهلا، مساء الخير. المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد يتحدث عن سيطرتهم على 5 نقاط تفتيش جديدة تابعة للقوات الأفغانية في ولاية باميان. ماذا تعني هذه الإعلانات بالنسبة لتوازنات المشهد السياسي الأفغاني؟ طبعا تبدو للخبراء أن طالبان تصارع أصلا للاستيلاء على بقية الباقية من أفغانستان، مع أن هناك بعض التصريحات من قبل متحدث باسم طالبان لا يريدون السيطرة كاملة على أرجاء أفغانستان، ولكن طبعا بالفعل هناك تمدد لحركة طالبان نحو إرجاع أفغانستان، وفي خلال الشهور القادمة ربما تسيطر هذه الحركة كل أنحاء أفغانستان. في هذه الحالة طبعا بالنسبة لموقف تركيا سيكون هناك موقف تركيا صعبة، لأن إنما تسيطر عسكريا طالبان طبعا ستطالب مبدئيا كل قوات أجنبية للإجلاء عن أفغانستان، منها أيضا تركيا. هذا يعني واضح بالنسبة لحركة طالبان. إذا كانت هناك حل توافق بين رئيس عبد الغني وبين طالبان في نهاية المطاف، في هذه الحالة يمكن لتركيا أن تلعب دورا ما، يعني ستكون هناك مهمة لتركيا ربما في هذه الحالة للحراسة أو لتأمين أمن مطار كابل. يعني في هذه الحالة يمكن أن تكون لتركيا دور في مطار كابل، إلا إذا كان هناك حل عسكري. في هذه الحالة طبعا حركة طالبان ستطالب تركيا أيضا بالانسحاب. طيب في أي مدى في ذات الإطار، إلى أي مدى يمكن القول أن طالبان ملتزمة بمسار الحل التفاوضي للوصول إلى حل سياسي في أفغانستان ينهي هذا الصراع؟ هل الحركة تعلمت من أخطاء الماضي؟ يعني طبعا هناك جرت مفاوضات بين منظومي الولايات المتحدة الأمريكية وبين طالبان، يعني نلمس من تصريحات الأمريكيين أن هناك تعهدات مسبقة من قبل حركة طالبان أن ألا يكون هناك ابتلاء بالقوة على إرجاع أفغانستان كلها، ستكون هناك مفاوضات مع الجانب الآخر، مع الطرف الثاني حكومة عبد الغني. في هذه الحالة يتم الهدوء في نهاية أفغانستان، فإلا طبعا ذاك الحل العسكري سيجبر تركيا لإعادة النظر في تأمين أمن مطار كابل الدولي. يعني بذكر مطار كابل أستاذ مصطفى، يعني هل الدور التركي سيقتصر على حماية المطار؟ والله هذا يعني مرهون على أساس طبعا طعم دولي، وأيضا إذا كانت هناك قوات أجنبية، قوات من باكستان وقوات من مجر أيضا من بعض دول حلف الشمال الأطلسي، في هذه الحالة تتوصل طبعا مهمة تركيا، وأيضا طبعا هذا تتوقف مدى قبول هذا من قبل طالبان، وأيضا طبعا يتطلب هذا المفاوضات مع الجانب الآخر مع حكومة طالبان، وأيضا أن طالبان حركة طالبان لابد أن تجلس وجها لوجه مع حكومة كابل، يعني حكومة عبد الغني. في هذه الحالة عندما يعني تفسح المجال لدور التركي، وإن يكون هناك بعض الدول مشاركة لدور التركي في أفغانستان. وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي أعرب عن خشية بلاده مما سماها اشتعال حرب أهلية في أفغانستان. هل هذا مؤشر عن عدم رضا إسلام أباد بالمجريات التي تحصل هناك؟ وإلى أي مدى ستسهم العلاقات بين تركيا وباكستان في إيقاف هذه الحرب المحتملة؟
نعم، باكستان كانت دائمة بالنسبة لنشوء حركة طالبان، ولكن سببت لها صداع مشاكل كثيرة، لذلك تتخوف باكستان أيضا أن تتكرر هذه الأحداث كما حدث قبل 20 سنة، يعني بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية ليس هناك احتمال ثاني لاجتياز أفغانستان من قبل قوات أمريكان، ولكن طبعا يعني هل هذا الاحتمال أستاذ مصطفى إذا سمحت لي، الاحتمال الثاني هل من الممكن أن لا تنسحب القوات الأمريكية من أفغانستان نتيجة هذا التقدم؟ والله طبعا نعم هناك تباطؤ بالنسبة للانسحاب الأمريكي، ربما نعم تتباطأ الأمريكان للانسحاب من أفغانستان حتى تروا تنفيذ تعهدات طالبان كما كانت مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذا احتمال وارد ولكن ليس مؤكد. طبعا طالبان ايضا تريد تطمين وايضا ارضاء طبعا المجتمع الدولي بانها لا تريد اجتياز افغانستان بالكامل، وايضا لا تريد استلام السلطه بالقوه امام عبد الغني وغيرها. اذا يعني هناك احتمالات كثيره، ولكن عند قيام طبعا الحل العسكري يعني طبعا باكستان ربما تخاف من مضاعفات الحركة العسكرية والحل العسكري من قبل طالبان، لأنها يسبب مشاكل إضافية بالنسبة لباكستان. الكاتب والصحفي التركي مصطفى أوزجان، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.